فواكه خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واستنوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا واستنوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا واستنوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن السيلينيوم. إنه مضاد للأكسدة وضروري لتنشيط الجسم. في المتجر الكبير يوجد السيلينيوم في القواقع البحرية، القريدس، السمك، الكبد والبيض. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالسيلينيوم. انظروا، يوجد السيلينيوم في القواقع البحرية، القريدس، السمك، الكبد والبيض. السيلينيوم ضروري لتنشيط الجسم. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واستنوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا واستنوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.